تنزل امتى يا استاذ؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مين اللي اتكلم؟ سيد امسك المايك بايدك بقى، انت كلمنا عن الفطير الجميل ده. انا شايف الفطير طالع سخن من النار اهو. دي حاجة جميلة ان شاء الله باذن الله. دي ب 2 جنيه ونص. وفي حوالي ب 2 جنيه ونص؟ ب 2 جنيه ونص. بس في منها بالسكر، في منها بالمش، في بالعسل، زي ما انت عايز حضرتك. يعني كمان 2 جنيه ونص وتحط عليها سكر او عسل او مش. وفي مربى كمان. ومربى؟ ومربى. يعني سكر وعسل ومربى. وب 2 جنيه ونص. ب 2 جنيه ونص. طب دي كده فيها مكسب الحمد لله. يعني الحمد لله والله الظروف تعبانه طبعا، احنا بنحاول نمشي نفسنا. لان طبعا انت عارف الحاجه غاليه وغليت، وفي الغلا، يعني الحاجه بتغلى كل يوم، دي في غلا. ايوه. طب في ايه تاني غير دي بقى؟ في حضرتك هنا في بيتزا برضه ب3 ونص. بيتزا ب3 جنيه ونص. بيتزا ب3 ونص. البيتزا بكام حضرتك؟ البيتزا انا حضرتك دي ب3 ونص. 3 ونص. دي بالسجق وباللحمه، دي بالجبنه الرومي برضه. حوالي 3 ونص جاب اللحمه برضه. باللحمه؟ 3 جنيه ونص؟ 3 ونص. ده حوش اسكندراني؟ حوش اسكندراني ب3 ونص. تمام. ودي البيتزا حضرتك، في بالجبنه الرومي، في بالسجق، في باللحمه، في كل حاجه. وفي بيتزا زي ما شفت حضرتك بالسكر، بالعسل، بالمش، كل. وفي بيتزا كبيره بتتعمل برضه، بتبدا من 10 15 في 20. مفيش حد بيجي يقول لك عايز حاجه بالسمنه البلدي، حاجه ممكن بتجيب حضرتك السمنه البلدي ونعمل لك احنا برضه فطير بالسمنه البلدي. كلف كام فطيره بقى من شركتك الكبيره؟ يعني بتبدا برضه من 10 15 20 هنا بالنسبه للمنطقه الشعبيه طبعا. طب احنا عايزين نتفرج على حاجه بقى. عايزين نتفرج على حاجه بقى لسه بتعملها. وهي بتتعمل قديم اهو. حاضر. ده ايه، عسل اسود؟ ده عسل اسود. مين بالعسل؟ لا ما في في ماشي. ماشيين في السبوع. في السبوع. خد خد يا زياد، خد جنيه عند زياد اشوف له بكام.
I'm not